يقول: صليت وعلى يدي شيئا بسيطا من الغراء، ما حكم صلاتي؟ إذا كان هذا الغراء قد ستر الجلد، تجمد على الجلد ولم يصل الماء إلى ما تحت الغراء، فصلاتك غير صحيحة، لأن وضوءك ما هو تام ناقص، فعليك أن تزيل الغراء حتى يظهر الجلد الذي تحته، ثم تتوضأ من جديد ثم تعيد الصلاة. إذا بطل وضوء الإمام وهو يصلي في حالة السجود، فكيف يقدم أحد المأمومين؟ يقوم من السجود ويقدم أحد المأمومين بدله يكمل الصلاة، أو يقول للمأمومين انتظروا ويروح ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم، إما أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وإما أن يأمرهم بالبقاء ويذهب ويتوضأ ويعود ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وهذا أحسن، هذا أحسن. فاتتني ركعة من صلاة الكسوف، فكيف أصنع؟ تأتي بركعة بدالة على صفتها، تأتي بركعة بعد سلام الإمام على صفتها ذات ركوعين، تقوم وتقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من القرآن، ثم تركع ثم تقوم وتقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها من القرآن ثم تركع ركوعا ثانيا، ثم تسجد سجدتين، ثم تأتي بالتشهد الكامل الأخير وتسلم. هل يجوز للإمام الأعجمي أن يقرأ في صلاته أو يخطب بلغة قومه إذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية؟ القرآن لا يكون إلا باللغة العربية، ولا يمكن أنه يقرأ بلغة غير اللغة العربية، هذا مستحيل، مستحيل أنه يقرأ القرآن باللغة الأعجمية أبدا، فيقرأ بالعربية ولو كان القارئ أعجميا. أما الخطبة إذا كان الحضور كلهم أعاجم فإنه يخطب بلغتهم، أما إذا كان الحضور بعضهم أعاجم وبعضهم عرب فإنه يخطب باللغة العربية ويترجم للأعاجم. يقول: في بلادنا يصلون الصبح قبل وقته، فماذا علي فعله، علما بأني إذا صليت معهم لا أستطيع الإنكار عليهم؟ لست متأكدا من هذا، ما أظن المسلمين في بلد يجمعون على الصلاة قبل الوقت، لكن ظهرت ظاهرة في بعض الشباب يقولون أن المسلمين الآن يصلون الفجر في غير وقته. المسلمون يجمعون على خطأ وعلى ضلالة، هذا شيء، ما هذا كلام جهال، ما هو كلام عقلاء ولا علماء. المسلمون صل مع المسلمين والحمد لله، اترك الشكوك. لو كان واحد مثلا أو جماعة محصورة يمكن يخطئون، لكن البلد كله والجماعة كلهم يصلون، تقول أنكم كلكم على خطأ، ما هو صحيح. يقول: أعاني من قلة الخشوع في الصلاة، أحاول باستمرار أن أخشع لكن دون فائدة، فما حكم صلاتي وبماذا توجهونني؟ صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة إذا أديتها على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صلاة صحيحة، لكن لا يكتب لك من الأجر إلا ما حضر فيه قلبك، ما حضر فيه قلبك. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع روح الصلاة وحضور القلب، فعليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاتك. والخشوع له أسباب، أحدها أن لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، مشغول البال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الدخول في الصلاة والإنسان مشغول البال بسبب حضرة طعام يشتهيه، قال لا صلاة بحضرة طعام، وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو قد أخذ حظه من الطعام حتى يدخل إلى الصلاة وهو مقبل عليها. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، فلا يجوز للإنسان يدخل في الصلاة، أو يكره له أنه يدخل في الصلاة وهو مشغول بأحد الخبثين، بل عليه أن يتفرغ من ذلك الخبث، يتبول أو يتغوط ثم يتوضأ، يستنجي ثم يتوضأ ويصلي. أما أن يدخل الصلاة وهو يدافعه الأخبثان فإن هذا يشوش عليه صلاته. كذلك يصلي في مكان مناسب، ما يصلي في مكان يزعجه بالأصوات أو المكان فيه شوك أو حصى أو المكان شديد البرودة أو شديد الحرارة، يصلي في مكان معتدل وفي مكان يرتاح فيه من أجل أن يخشع في صلاته. ومن أعظم ما يجلب الخشوع في الصلاة تدبر القرآن الذي تتلوه في الصلاة أو تسمعه من الإمام، أقبل عليه وتدبره، فإن ذلك يكسبك الخشوع لله عز وجل. يقول زوجتي تتثاقل عن أداء الصلوات وأنصحها وأذكرها دائما وأفهمها، لكن أحيانا تتثاقل، فكيف أتعامل معها؟ نعم، استمر معها في إلزامها بالصلاة ولا تتهاون معها، استمر معها واصبر ولا تتهاون معها أبدا. يقول أصابتني جنابة قبل أن أنام، فنويت أن أقوم قبل الفجر وأغتسل، فاستيقظت قبل صلاة الفجر فاغتسلت وأنا ناسيا أن علي جنابة، فعند الصلاة تذكرت بأنني لم أجدد النية، فهل فعلي صحيح وما حكم صلاتي؟ نعم، إذا كنت اغتسلت للتنظف أو للتبرد وقت الفجر ولم تنوي الجنابة فالجنابة باقية عليك وصلاتك غير صحيحة، فتغتسل عن الجنابة بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تغتسل عن الجنابة بنية رفع الحدث ورفع الجنابة وتعيد الصلاة التي صليتها. يقول إذا كان المصلي يلبس سروالا وفيه قطع يسير فوق الركبة هل تبطل الصلاة؟ إذا بدأ من عورته شيء ما بين السرة إلى الركبة، بدأ منه شيء في الصلاة وتركه لم يستره، بطلت صلاته. إذا استمر مكشوفا وهو يعلم به ولم يستره فإنها تبطل صلاته، لأنه ليس ساترا لعورته، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل ما حكم صلاة الرجل بالقميص والبنطلون؟ إذا كان ساترا لعورته تصح صلاته، سواء عليه قميص أو بنطلون أو أي شيء يستر عورته، المهم أنه يستر عورته، فإذا ستر عورته بأي شيء صحت صلاته، ولكن الأفضل للمسلم أن يتجمل باللباس الجميل ويلبس ما يلبسه أهل البلد، يلبس ما يلبسه أهل بلده مما جرت عادتهم به.
يقول الدعاء المستجاب بعد الصلاة هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ دبر الصلاة هل يكون قبل السلام أم بعد التسليم؟ الدعاء في أثناء الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فيدعو في آخر التشهد الأخير، في آخر التشهد الأخير قبل السلام، يقول صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو بما تيسر. هل التورك سنة بعد سجود السهو أم لا؟ تورك بعد سجود السهو لا بأس أنك تجلس متورك أو تجلس مفترش، ما في بأس. يقول السائل ما مدى شرعية تحريك الإصبع بين السجدتين؟ لا دليل على ذلك، الإصبع إنما تحرك في التشهد، تحرك في التشهد، أما بين السجدتين لا، لا تحرك الأصابع ولا تقبض أيضا، ما تقبض الأصابع وإنما تبسط على الفخذين ويضم بعضها إلى بعض وتوجه رؤوسها إلى القبلة، هذا بين السجدتين. يقول ما حكم الجمع بين تكبيرة الإحرام والركوع في الصلاة؟ تكبر تكبيرة الإحرام لا تنوي بها الركوع وأنت واقف، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف لأنها ركن من أركان الصلاة، وأما تكبيرة الركوع في هذه الحالة فليست واجبة، إن شئت أتيت بها وإن شئت لم تأتي بها. وهذا سائل يقول هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة في الصلاة، مع الملاحظة أن بعض الأئمة لا يتركون وقتا للمأموم لقراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، على الإمام والمنفرد ركن، لا بد من قراءتها في حقهم، وأما المأموم فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه تكفيه قراءة الإمام، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يقرأها، والصحيح التفصيل في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، لا بد أن ينصت لقراءة الإمام، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولكن إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام قرأها، وإن لم يمكن فإنه يستمع لقراءة الإمام وتكفيه إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هذا الحكم صحيح وهو أن الإشارة بالسبابة في التشهد يكون بغير تحريك لأن لفظة التحريك شاذة وجزاكم الله خير؟ الأمر واسع ولله الحمد، لو ما حرك السبابة أصلا لا حرج عليه صلاة تامة، لو رفع السبابة بدون تحريك لا بأس، لو رفعها وحركها لا بأس، الأمر واسع في هذا، ولا حاجة إلى كثرة الجدال في هذه الأمور. هذا سائل يقول أنا علي قضاء بعض الصلوات، فبماذا أبدأ، بالفجر أم بصلاة الظهر التي تسمى الأولى؟ وإذا كنت في سفر فهل يجوز لي أن أقصر من هذه الصلوات؟ أول السؤال تصلي تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، هذا عن اليوم الأول. عن اليوم الثاني تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. قبل أن نبدأ في الأسئلة نرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم مختصرة وأن تكون بخط واضح حتى نتمكن من طرحها على الشيخ إن شاء الله. يقول السائل، ارفع صوتك يسمعون. يقول السائل ما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا؟ إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا لم تصح صلاته،
إذا تعمد يترك، إذا تعمد ترك التشهد الأول، إذا تعمد ترك التشهد الأول لم تصح صلاته، إذا تعمد ترك التكبير تكبيرات الانتقال، إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال لم تصح صلاته، إذا تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين أو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، إذا تعمد هذه الأشياء، تعمد ترك هذه الأشياء أو بعضها ولو واحدا منها لم تصح صلاته. أما إذا ترك الواجب سهوا فإنه يجبره سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، فهذه أسئلة وجهت إلى شيخنا الفاضل سباحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ وجزاكم الله خيرا. إيش يقول؟ هل إذا صلى المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست منها؟ الجمهور على أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة، البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور، بل هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال، إلا أنها بعض آية في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي في سورة النمل بعض آية، أما في غير سورة النمل فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وبناء على ذلك فلا يضر تركها لأنها ليست من الفاتحة، يكون الإتيان بها مستحبا، استحب الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة ولو تركها فصلاته صحيحة لأنه لم يترك شيئا من الفاتحة. بارك الله فيكم. ومن العلماء من يرى أن البسملة من الفاتحة، أنها من الفاتحة، وبناء على ذلك ولو تركها فإنها لا تصح صلاته، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة فلو تركها لم تصح صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة، والصحيح القول الأول أنها ليست من الفاتحة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء؟ هل هي سبع مع تكبيرة الإحرام أم ست؟ الأولى سبع والثانية ست. نعم. ثم يقول حفظك الله: وفي خطبة الاستسقاء هل هي واحدة أم اثنتان؟ لا، واحدة، العيد هي الاثنتان، أما الاستسقاء هي خطبة واحدة. نعم. هل المؤذن إذا أذن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة؟ أي نعم، لكن ما يرفع صوته بالصلاة على الرسول لئلا يظن الناس أن هذا تابع للأذان، يظن الجهال أن هذا تابع للأذان، فيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا ولا يرفع صوته بذلك. نعم. وهذا سائل يقول: هل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة في الصلاة سنة أم أنها للحاجة فقط؟ الراجح والذي عليه الجمهور أنها للحاجة، للثقيل في جسمه أو كبير السن إذا احتاج إليها يعملها، أما القوي فليست سنة في حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما ثقل عليه الصلاة والسلام واحتاج إليها، وقبل ما كان يجلس للاستراحة. نعم. هل بعد سجود التلاوة سلام؟
لا، الصحيح أنه ليس له تكبير، ليس له تكبير ولا سلام، إنما هو مجرد سجود، إلا إذا سجد داخل الصلاة فإنه يكبر عند النزول ويكبر عند الارتفاع إذا كان داخل الصلاة، ما إذا كان خارج الصلاة فإنه مجرد سجود. وفي بعض الروايات أنه يكبر حتى ولو كان خارج الصلاة، يكبر للبداية، أما النهاية لا، ما ورد أنه يكبر. نعم. يقول: هل جلسة الاستراحة من السنة؟ وما حكم سد الفرج في الصفوف؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة ليست سنة، وإنما هي مباحة لمن يحتاج إليها من كبير السن أو المريض، أما القوي فلا يجلس للاستراحة لأنه ليس بحاجة إليها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في قوته، إنما فعلها لما ثقل عليه الصلاة والسلام. هذه جلسة الاستراحة. وش الباقي؟ يقول: سد الفرج في الصفوف. سد الفرج في الصفوف واجب، ولا يبقى في الصفوف فرج تخلل منها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراصة الصفوف واعتدالها والعناية بها، لأن هذا من تمام الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سجدت للتلاوة سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، هل يستحب الاستعاذة لتكملة القراءة بعد ذلك؟ نعم. إذا سجدت للتلاوة سواء في داخل الصلاة أو في خارجها، فهل يستحب الاستعاذة لتكملة القراءة؟ لا، الاستعاذة في أولها، إذا قرأت القرآن يعني أردت قراءة القرآن أستعذ بالله، هذا في أول القراءة، وأما ما بعد سجود التلاوة فهذا تابع لما قبله. نعم. ما حكم حركة الإصبع في الصلاة؟ عند التشهد أو عند الدعاء يحرك إصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم. يقول: شكيت هل طفت 6 أو 7 أشواط، فما الحكم؟ الحكم أنك تبني على الأقل، إذا شككت هل هي 6 أو 7 تجعلها 6 تأتي بالسابع. نعم. بوجوبهما. أما من ترك الصلاة متعمدا قد دلت الأدلة من القرآن والسنة على كفره، أنه خارج من الملة، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. وأما من منع الزكاة فهذا منع ركنا من أركان الإسلام، فعلى ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة قهرا، عليه أن على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وأن يضعها في مستحقيها، لأنها حق واجب عليه، فإذا امتنع كان لولي الأمر أن يأخذها وينتصر للمظلوم من الظالم، حتى ولو بالقتال، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. نعم. هل تصح الصلاة في الملابس التي تحتوي على صور للاعبين الأجانب؟ لا يجوز لبس ما فيه صور، لا في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه في الصلاة أشد إثم. الصلاة تصح لكن مع الإثم، حمل الصور، وأيضا هذا من باب تعظيم اللاعبين وتعظيم الكفار وتعظيم، هذا لا يجوز. لا تلبس ملابس فيها صور أبدا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكن المعصية داخل الصلاة أشد إثما. نعم. ما حكم الصلاة بين الأذان والإقامة للمغرب؟ يستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة في المغرب، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. يستحب. نعم. يقول السائل: هل الأسير الذي يؤسر في محل إقامته يتم صلاته أم يقصر؟ الأسير. نعم. نعم. الأسير. نعم.
الأسير الذي يؤسر في محل إقامته يتم صلاته أم يقصر؟ يؤسر في بلده يتم الصلاة لأنه مقيم ما هو مسافر، يتم الصلاة لأنه ما دام في محل إقامته يعني في بلده أو في المحل الذي نوى الإقامة الطويلة فيه وأسر يتم الصلاة لأنه حاضر وليس مسافرا، ويصلي على حسب حاله. نعم. يقول: تقول السائلة: زوجي لا يصلي الفجر إلا متأخرا، وكثيرا ما يصليها مع الظهر، وأحيانا يفطر ويذهب ثم يصلي، وقد نصحته كثيرا ولا يسمع لي، وأوقظه للصلاة ولا يرد علي، ماذا أفعل معه؟ الذي يتعمد النوم عن الصلاة بصفة مستمرة هذا مضيع للصلاة، وإذا صلاها ما تصح منه، إذا صلاها خارج الوقت ما تصح منه ولا تقبل منه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلوات في مواقيتها. نعم. هل يصح للشخص أن يسجد على جبهته دون أنفه؟ يصح، تصح سجدته، لكن يكون سجوده ناقصا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين، وأشار إلى جبهته وأنفه. نعم، الأنف تابع للجبهة. نعم. هل يجوز الجهر في صلاة الظهر؟ لا، صلاة النهار سرية، ظهر وغيرها، صلاة الليل جهرية، هذا هو السنة. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم الأذان الموحد، أن يكون مؤذنا واحدا لكل مساجد المدينة؟ يجوز توحيد المؤذن ويجوز تعدد المؤذنين، ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عدة مؤذنين: بلال وابن أم مكتوم، فيجوز أن يتعدد المؤذنون في مسجد واحد، ويجوز أن ينفرد واحد في الأذان، أمر واسع ولله الحمد. نعم. يقول: هل المصلي أثناء التشهد ينظر في مكان السجود أم في الإصبع والسبابة؟ الأمر في هذا واسع، ينظر إلى موضع السجود أو إلى السبابة، المهم أنه يقصر نظره، يقصر نظره عن أن يمتد إلى ما أمامه، لأن هذا يلهيه عن الصلاة، أو ينظر في المارة، أو ينظر إلى موضع صلاته وسجوده، سواء نظر إلى السبابة أو إلى موضع السجود، كل هذا أمر واسع والحمد لله. نعم. متى يكون الافتراش والتورك في الصلاة؟ افتراش التشهد الأول، والتورك التشهد الأخير، الصلاة التي فيها جلوسان. نعم. هل جلسة الاستراحة في الصلاة سنة أم أنها مباحة فقط؟ صحيح أن جلسة الاستراحة إنما هي للعاجز كبير السن والمريض الذي يحتاج إليها، أما القوي فلا يعملها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعملها إلا لما ثقل جسمه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، أما قبل ما كان يعملها. نعم. تقول السائلة: هل الكفين عورة للمرأة في الصلاة؟ اي نعم، صحيح أنهما عورة، إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال فإنها تكشف وجهها فقط، وما عدا ذلك من جسمها فإنها تستره. نعم. هل يجوز لي القصر في الصلاة علما بأني أدرس في بريطانيا ودراستي سوف تستمر لمدة 6 سنوات، لأنني سمعت من البعض أن القصر جائز وأنا أقيم هناك طوال هذه الفترة للدراسة؟ يا أخي، القصر للمسافر، وأنت تقول أنك مقيم، المقيم ما هو مسافر، يتم الصلاة، أنت مقيم وتبي تأخذ سنين، فعليك إتمام الصلاة لأن السفر انقطع بالإقامة. نعم. واللي قال أنه أنك تقصر هذا غلطان، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنك لست مسافرا وإنما أنت مقيم. نعم. وهذا سائل يقول: أيهما صحيح موافق للسنة،
تقديم اليدين قبل الركبتين أثناء النزول للسجود أم العكس؟ وما صحة حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ لفظ الحديث كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد مقلوب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه فهذا هو بروك البعير الذي نهينا عن التشبه به، فالبعير إذا برك أول ما يقع على الأرض مقدمه وآخر ما يقع مؤخره. أما نحن بالعكس، إذا سجدنا فأول ما يقع على الأرض مؤخر الإنسان وآخر ما يقع مقدم الإنسان، جبهته وأنفه ويداه، ألا هي الصفة المشروع؟ نعم. أين ينظر المصلي عندما يصلي أمام الكعبة؟ هل ينظر للكعبة الشريفة أم لموضع سجوده؟ لا ينظر إلى الكعبة في الصلاة، ينظر إلى موضع سجوده. المصلي ينظر إلى موضع سجوده في المسجد الحرام وفي غيره، وليس من السنة النظر إلى الكعبة وقت الصلاة. نعم. يقول: هل يجوز تعدد النوايا في الصلاة الواحدة من غير الفريضة؟ إيش مثل؟ يعني يصلي ركعتين ينويها عن تحية المسجد وعن الراتبة، عن الراتبة التي قبل الظهر مثلا أو قبل الفجر، يصح إذا نوى بالركعتين الراتبة للظهر أو للفجر قبل الصلاة ونواها عن تحية المسجد أيضا فلا بأس. نعم. يقول: ما هي أوقات النهي في الصلاة؟ أوقات النهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عيد رمح، ومن بعد وعند قيام الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس إلى أن تزول ويدخل وقت الظهر، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات النهي. نعم. أعمل من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 12 ظهرا، وعندما أنام بعد صلاة المغرب أضع المنبه على الساعة 11 ثم أقوم وأصلي العشاء، فما حكم عملي؟ والجماعة، صلاة الجماعة لا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، واجب عليك أن تصلي مع الجماعة. نعم. هل يسن للمرأة التورك في الصلاة مثل الرجل مع توضيح كيفية التورك؟ الأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في أمور الصلاة، لأنه لم يرد دليل في تخصيص صفة صلاة المرأة، إلا أنه يجب عليها الحجاب والالتزام وستر جسمها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، أما إذا كان عندها رجال غير محارم تغطي جميع بدنها حتى الوجه. وأما القيام والجلوس والركوع والسجود هذا لم يرد تخصيص المرأة بشيء، هي مثل الرجل. نعم. يقول: إذا كان المصلي يطيل في صلاته ويقرأ سورا طويلة في قيامه ويجتهد في الدعاء في سجوده، فماذا يقول في ركوعه إذا كان يطيل فيه وفي الجلسة ما عدا الأذكار المأثورة؟ يأتي بالتسبيح، تسبيح الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب مرة واحدة، وإن زاد إلى 3 إلى 7 إلى 10 هذا أفضل، كل ما زاد تسبيح الركوع والسجود فهو أفضل، ويدعو معه بما تيسر، يدعو معه بما تيسر وما يحضره من الأدعية، وخصوصا في السجود يجتهد بالدعاء في السجود، لأنه مظنة الإجابة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعو بما يحضره من الأدعية سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من الأدعية التي لا تخالف الكتاب والسنة. نعم. يقول: هل لابد من وضوء لسجود التلاوة؟ لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، لأن تجوز القراءة عن ظهر قلب من غير وضوء،
ما دامت تجوز القراءة عن ظهر قلب من غير وضوء يجوز لك السجود، لأن السجود تابع للقراءة، تسجد ولو كنت على غير وضوء، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، إنما هو عبادة مستقلة، والطهارة إنما تشترط للصلاة، وهذا عبادة مستقلة وليس صلاة. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل بالقميص والبنطلون؟ إذا كان ساترا لعورته، إذا كان ساترا لعورته تصح صلاته، سواء عليه قميص أو بنطلون أو أي شيء يستر عورته، المهم أنه يستر عورته، فإذا ستر عورته بأي شيء صحت صلاته. ولكن الأفضل للمسلم أن يتجمل باللباس الجميل ويلبس ما يلبسه أهل البلد، يلبس ما يلبسه أهل بلده مما جرت عادتهم به. نعم. هل يجوز الحديث بين الأذان والإقامة في أمور الدنيا؟ يجوز، لكنه ينبغي أنه يشتغل بذكر الله، لا يجوز أنك تسأل واحد من جنبك ولا تكلم واحد من جنبك، ما في مانع، ما هو بحرام، لكن كونك تشتغل بذكر الله أفضل. نعم. يقول: هل تقبل شهادة من لا يصلي إلا الجمعة؟ لا، الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، والكافر لا تقبل شهادته، الفاسق من المؤمنين لا تقبل شهادته، فكيف بالكافر؟ نعم. تقول: ما حكم من صلى إلى غير اتجاه القبلة منحرفا قليلا ثم تبين له بعد انتهائه من الصلاة؟ الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم، وكذلك بقية الجهات، الانحراف اليسير لا يضر، لأن الذي لا يرى الكعبة لا يعاين الكعبة يعذر في الانحراف اليسير، أما الذي عاين الكعبة ويراها فلا بد أن يستقبلها. نعم. هل الدعاء الذي بعد الأذان يقال أيضا بعد الإقامة؟ لا بأس، لأن الإقامة أذان، فإذا قاله أيضا بعد الإقامة أو زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج من الإنسان ريح هل يلزم على ذلك استنجاء أم يتوضأ فقط؟ لا يجوز الاستنجاء من الريح، بدعة، لا يجوز، يكفي الوضوء. نعم. سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يصلون ويلتفتون في صلاتهم، فما حكم التفاتهم في هذه في الصلاة؟ التفات في الصلاة مكروه، قال صلى الله عليه وسلم: الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب. المسلم في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده ويستقبل القبلة وينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت ما دام أنه يصلي، يكره هذا، لكنه لا يبطل الصلاة إلا إذا انحرف عن القبلة، إذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، أما إذا التفت برأسه أو بوجهه فقط هذا مكروه. نعم. ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها، وما الحكم إن لم يلامس أحد هذه الأعضاء الأرض كالأنف والأصابع؟ بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة لابد أن تلامس المصلى، سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش، لابد أن تكون هذه الأعضاء كلها على ما يصلي عليه، فإن رفع واحدا منها من غير عذر ولم يضعه حتى انتهت السجدة، السجود غير صحيح. نعم. أما إذا كان معذورا أو رفعه ثم رده فلا بأس بذلك. نعم.
ما هي السنة في تحريك الأصبع عند تشهد في الصلاة؟ يرفع أصبعه السبابة في عند التشهد وعند الدعاء، وإذا حركها أو ما حركها الأمر واسع، حركها أو ما يحركها لا بأس بالأمرين. نعم. ما حكم إسبال اليدين في الصلاة؟ لأننا نرى الكثير يفعلون ذلك. خلاف السنة، الأفضل أنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس واجبا، من تركه صلاته صحيحة لكن يكون تاركا لسنة. نعم. فضيلة الشيخ، مع مكبرات الصوت في هذا الزمان يسيل الصوت إلى مسافات بعيدة، فهل إجابة النداء مطلقة مهما بعدت المسافة، أم هناك مسافة معينة يسقط بعدها واجب إجابة النداء؟ المعتمد الصوت المجرد من الميكروفون، فإذا كنت تسمع النداء بدون ميكروفون يجب عليك الحضور، أما إذا كان ما تسمع النداء إلا بواسطة مكبر الصوت فهذا لا يوجب عليك الحضور، لأن مكبر الصوت يمده إلى مسافات بعيدة، إلى 10 كيلو أو 20 كيلو، فمكبر الصوت لا يوجب عليك الحضور، إنما اللي يوجب عليك الحضور أنه لو أذن بدون مكبر صوت تسمعه، إذا قدر أنه إذا أذن بدون مكبر صوت تسمعه فيجب عليك الحضور. نعم. يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ إن كان عن نقص في الصلاة إنه يكون قبل السلام لأنه جبران لما نقص، أما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا إنه يكون بعد السلام لأنه ليس جبرانا للصلاة وإنما هو ترغيم للشيطان كما في الحديث. يقول هل وضع النعال أمامي وأنا أصلي واتخاذه سترة يجزئ؟ نعم يجزئ، إذا كانت النعال طاهرة ونظيفة ولا توسخ المسجد فلا بأس أن تجعلها أمامك تقوم مقام السترة. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أعمل موظف مع الدولة في سلك التعليم وأقوم بصلاة الظهر والعصر مع المغرب لأن الدراسة لا تتوقف في أوقات الصلاة، فهل الصلاة جائزة؟ لا، ما هي بجائزة، ما يجوز جمع الظهر والعصر مع المغرب، ما هو بجائز، 3 صلوات جميع ما هو بجائز، يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير في حالة العذر، إذا لم تستطع كل صلاة في وقتها يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أما المغرب فلا تجمع مع الظهر ولا مع العصر، تجمع مع العشاء لا بس، تجمع مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.